المنظر هنا أصبح معتادا مع طليعة كل يوم. هنا بجماعة لالا ميمونة والدواوير التابعة لها تعبئة يومية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. أعوان السلطة وتقني الجماعة يعملون جنبا إلى جنب من أجل تحسيس الساكنة وتعقيم دواوير المنطقة. هو طبعا هذا المرض ديال كورونا كل شيء دابا صقل الخبر، كل شيء عارف بأنه مرض خطير، وبطبيعة الحال جماعة لالا ميمونة بتنسيق مع السلطات المحلية كما قلت من قبل، وبتنسيق مع المجتمع المدني، كتقوم بحملات دوائية للتوعية والتحسيس. والحمد لله بأن المجتمع ديال الساكنة جماعة لالا ميمونة واعيين بهذه الخطورة هذا المرض هذا. المجهودات ديالنا الحمد لله ما مشاش غير هكاك، ولكن مشات الحمد لله، والناس وعاء والناس عرفوا والناس حسوا بالمسؤولية. يعني بقينا كنخرجوا في الستة العشية كنلقاو الشوارع خاويين، مولي الحوان تعبئناهم شوية، كنلقاو مسافة الأمان، كنمشيو للمارشيات كنلقاو مول المارشي ثاني كذلك داير خدمته كيحاول يبعد الناس. عمليات التعقيم تطال المحلات التجارية أيضا، جهود تستقبلها ساكنة الجماعة بتجاوب كبير وبارتياح للإجراءات الاحترازية المتخذة. الناس الساكنه تاعنا كل شيء واعي، كاين حنا واحد اللجنه هنا ولاد المنطقه تاعنا اللي كنخرجوا كنصرحوا الناس اللي كنعودوا لهم اللي كنقول بقاو في داركم، بقاو في داركم ما تخرجوش، الا كان شي حاجه ولا هذا الا واحد اللي في الدار من الاسره اللي خرج يتقدى لهم. حنا كنقوموا بتوعيه ابناء الساكنه في العالم القروي للحيطه والحذر من هذا الوباء. الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة تستفيد بدورها من حملات التعقيم اليومية، خصوصا فيما يتعلق بنقل المستخدمين. بالموازات تتخذ هذه الوحدات إجراءات إضافية تماشيا مع حالة الطوارئ الصحية. كما كيدخل العامل كيغسلوا يديهم أولا بالصابون، ثم كيديزانفكتو بالالكول. في الدخلة كاين عندنا سيده مكلفه عندها ان ترمومتر انفراروج اللي كتكونترولي لا تمبيراتور ديال لي زوفريير. فاعلون جمعويون، اعوان السلطه، وموظفون واعوان بالجماعه، الكل يساهم في رفع الوعي الجماعي بخطوره الجائحه. حجم الانخراط الذي لاحظناه هنا يعكس روح التعبئه الوطنيه التي انطلقت ببلادنا منذ اعلان حاله الطوارئ الصحيه. عمل يومي متواصل نتيجته نسبة مرتفعة من احترام الحجر الصحي بالعلم القروي. سعيد كان، ميدي أن تيفي، جماعة لالا ميمونة، القنيطرة.